تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف برنامج الطروحات الحكومية والذي أعلنت عنه الحكومة، وكذلك مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك خلال رئاسة الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات. تضمنت موقف توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، لا سيما السلع الاستراتيجية كالقمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين شركة إنبي الذراع الهندسية لوزارة البترول ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك لرفع القدرات الفنية والإقدارية للأنشطة البترولية. الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والمستمر بين شركات البترول المصرية والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات الفنية في جميع مجالات الصناعات البترولية. في أسواق البترول العالمية انخفضت الأسعار في آخر تداولاتها الرسمية مع ارتفاع الأمال في إمكانية عدم تفاقم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية والحيلولة دون اتساع رقعتها لبقية منطقة الشرق الأوسط وتعطيل إمدادات النفط. هذا وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت ب 24% لتصل إلى $92.16 للبرميل. بالنسبة للعقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط فقد رجعت هي الأخرى ب 33% لتصل إلى $88.08 للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.05% لتصل إلى $3.07 للتر. هذا وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.96% لتسجل $2.9 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية في خطوة تحدث لأول مرة من قبل واحدة من وكالات التصنيفات الثلاث منذ عام 2010 في أعقاب اندلاع أزمة الديون. رفعت الوكالة تصنيف الإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لدى اليونان من تريبل بي إلى بي بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة أن تسهم الإصلاحات بالميزانية والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في دعم نمو الاقتصاد ما بين 2023 و2026.